نلاحظ اليوم أن هناك تفوقا واضحا للجمهوريين في الكونغرس وعلى حساب الديمقراطيين بالتأكيد، ومنافسة محتدمة أيضا في مجلس الشيوخ. كيف تتابعون في الحزب الديمقراطي الأمريكي النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي؟ والحديث لك تفضل. يعني بدأ واضحا أن مجلس النواب سينتقل من الأغلبية الديمقراطية إلى الأغلبية الجمهورية ولو بعدد قليل، يعني العدد حتى الآن لا يزيد عن 15 مقعد، وهذا يعني أن 7 أو 8 مقاعد تنقلب من هنا إلى هناك، تغير في التوازن، وهذا جزء بسيط جدا او 2 إلى 3% من اعضاء الكونغرس، يعني عددها 435 مقعد. هذا ما يحدث عادة في الانتخابات النصفية الأمريكية، فينتقل الكونغرس من الحزب الحاكم مع رئيس الجمهورية ضد حزب الرئيس، وهذا ما حدث اليوم ويحدث غالبا في الانتخابات الأمريكية، وقد حدث مع الرئيس بايدن عندما كان نائب رئيس لأوباما، ويعرف جيدا كيف يتعامل رئيس بايدن مع هذا الحدث، وسيتعامل معه بشكل فعال. أظن أن الرئيس بايدن هو رئيس وسطي وليس رئيس متطرف، وسيعمل مع كلا الجمهوريين والديمقراطيين مع تغيير بعض مبادئه للحصول على عدد قليل من الجمهوريين لينضموا إلى الديمقراطيين ليمرر القرارات التي يريد تمريرها في العام أو العامين القادمين. نعم سيد نعمان، حتى وإن كانت هي مقاعد بسيطة لكنها ستغير بالتأكيد التوازن بالمجموع الكلي، فكيف سينعكس ذلك على قرارات وإجراءات إدارة الرئيس بايدن في ظل أغلبية الجمهوريين داخل الكونغرس؟ لا شك أن الجمهوريين وذكروا ذلك بشكل صريح أنهم سيعاكسوا سياسات الرئيس ويحاولوا إيقاف قراراته ويعني المشاريع التي يسعى إليها، وهذا ما سيعمله الجمهوريين للحد من نفوذ الرئيس، وخاصة بعد عامين من نفوذ الحزب الديمقراطي في السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية. ولكن الرئيس محنك ويعرف كيف يتعامل مع الجمهوريين ومع الكونغرس الجديد، وسيعمل جاهدا للحصول على موافقة بعض الجمهوريين، لأن الجمهوريين على أنفسهم هم منقسمون بين يعني داعمين للرئيس ترامب وبعض الأعضاء غير داعمين للرئيس ترامب، فإن الجمهوريين يجد لديهم فرق ويتلعب الرئيس بايدن على هذا الفرق لتمرير القوانين التي يريدها، ولكنه سيعدل، يعني لن يكون هناك على سبيل المثال الدعم الحماسي لأوكرانيا، لأن الجمهوريين لا يريدون صرف الأموال للناخب الأمريكي خارج أمريكا، ويوجد وسيكون هناك بعض التغييرات في هذا المجال ومجالات أخرى طبعا. نعم سيد نعمان، قد ذكرت جملة بصراحة استوقفتني وهي الحد من نفوذ الرئيس، فهل تتوقع عراقيل ومعوقات تقف أمام تمرير مشاريع القوانين وأولويات إدارة بايدن؟ أيضا داخليا نتحدث عن الأزمة الاقتصادية وفرص العمل، التعاطي مع الجرائم وقضايا أخرى ذات أهمية كبرى على الصعيد الداخلي، هل تتوقع ذلك؟ نعم، سيحاول الحزب الجمهوري إيقاف عمل الرئيس الديمقراطي، ولكن الحزب الجمهوري لا يستطيع أن يقف في وجه المجتمع الأمريكي، فإن الناخب الأمريكي ذكي ويعرف من هو يعمل بشكل واضح وبشكل صريح لمصلحة أمريكا، ومن هو يحاول أن يعرقل ما يفيد أمريكا ويفيد الشعب الأمريكي، وسيحاسب الحزب المسؤول عن عرقلة المشاريع الحيوية أو المطلوبة من غالبية الجمهور الأمريكي. والرئيس بايدن يعلم جيدا كيف يتعامل مع الناخب الأمريكي وكيف يتعامل مع الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري لمصلحة الرئيس ومصلحة الحزب الديمقراطي. نعم بالتأكيد اطلعنا على النتائج وهي أيضا في تغير مستمر، لكن هل هذه النتائج تعطي مؤشرا وانطباعا أوليا على الأقل للانتخابات الرئاسية المقبلة، سيما ونحن نرى اليوم عودة الرئيس السابق ترامب إلى الساحة من خلال تحشيد الدعم للجمهوريين وحتى برامجهم الانتخابية؟
يعني دعم الرئيس ترامب المرشح في ولاية بنسلفانيا والجمهوري، ولم يستطع هذا المرشح أن ينجح في الانتخابات، فإن نجح قد نجح الجمهوريين ولكن بعدد أقل مما كان تتوقعه الإحصائيات، وإن العدد بسيط جدا كما ذكرت في بين الجمهوريين والديمقراطيين، وإن الرئيس ترامب يحاول أن يظهر بأنه هو الذي نجح في هذه الانتخابات، ولكن هذه الانتخابات كانت بشكل واضح يعني تسلط الضوء على الاقتصاد الأمريكي والتفاقم الاقتصادي يعني الانفليشن، وهذا ما أثر على المنتخب الأمريكي وأدى إلى تغيير أصواته من الديمقراطيين إلى الجمهوريين. أن هؤلاء المنتخبين ليس ينتخبوا رئيس ترامب في هذه الانتخابات، وإنما يعني يدلوا بأصواتهم لمصالحهم الخاصة ومصالحهم المادية، وهذا ما جرى. يعني الاقتصاد الأمريكي قد ترى يعني صار أصعبا على المستهلك الأمريكي، فالأسعار في زيادة، ووضعوا اللوم على رئيس الجمهورية، ولهم الحق أن يضعوا ذلك، ولكن الرئيس غير قادر على تغيير كل المعطيات للاقتصاد الأمريكي. فحاول الرئيس تقليل سعر الطاقة في أمريكا بتوفير كميات أكبر من النفط من المخزون الأمريكي، وأيضا عمل جاهدا لمساعدة المسنين ومساعدة المحتاجين في أمريكا للاستمرار في حياتهم العادية، ولكن يعني الشعب الأمريكي يدفع أسعار أكثر ويعلم ذلك كل يوم عندما يذهب إلى السوق أو إلى الغازية، وهو غير راضي عن زيادة الأسعار، وهذا ما أثر على نتائج الانتخابات. ولكن أيضا الديمقراطيين يحاولوا أن يركزوا على حقوق الأقليات وحقوق المرأة في الإجهاض وحقوق المهاجرين أيضا في أمريكا، وهذا لا يدعمه الجمهوريين، وهناك خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في هذه المرحلة. نعم، يعني هناك سؤال ربما سيكون الأخير في هذا اللقاء. بالتأكيد تعلم سيد أن الشغل الشاغل، الانتخابات ليست هي فقط الشغل الشاغل لأميركا في الداخل، لكن حتى في الخارج لغير الأميركيين. يعني دائما يتوجهون إلى ماذا ستكون السياسة الخارجية الأميركية القادمة، فإلى أي مدى ستكون هذه النتائج مؤثرة على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قضايا عدة أبرزها الحرب الأوكرانية الروسية والاتفاق النووي مع إيران؟ يعني الجمهوريين بشكل عام انعزاليين أكثر من الديمقراطيين، والرئيس ترامب حاول الانسحاب من حلف الناتو، ولكن الرئيس بايدن عزز حلف الناتو لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وإن الجمهوريين سيخففوا من المصروف الذي تصرفه أمريكا في دعم أوكرانيا عن طريق المادة أو السلاح، وهذا يعني سيكون يخفف الزخم الدعم لأوكرانيا، ولكنهم أيضا يدعمون أوكرانيا، الجمهوريين يدعمون أوكرانيا ولن يستطيعوا أن يوقفوا هذا الدعم نهائيا. أما من ناحية الطاقة وإيران، فإن الوضع الحالي في سوق الطاقة تحتاج أمريكا إلى كل مصادر الطاقة في العالم، لأن الطاقة الروسية غير محظورة من أوروبا، وتحتاج أمريكا إلى الطاقة من إيران ومن العراق ومن دول الخليج، وستعمل بشكل يسمح لهذه الدول بالمحافظة على تصدير الطاقة للحفاظ على سوق الطاقة في أوروبا وفي العالم. نعم، كنت معنا ضيف الرابعة ومن واشنطن عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السيد نعمان أبو عيسى، فشكرا جزيلا لك.